طلاب جونيور 4، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنشرح مع بعض lesson 2. lesson 2 بتاعنا بيتكلم عن ايه النهارده؟ مكملين في الفراكشنز. مكملين في ايه؟ في الفراكشنز. يلا بينا نتعرف على حاجه جديده في الفراكشن. كلنا عارفين الفراكشن ده اسمه ايه، بنعرف نقراه 3/7. 3/7 اخدناها في lesson 1 صح كده. طيب النمبر اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه numerator، والنمبر اللي تحت اسمه ايه؟ denominator. كمان الفراكشن ده ليه اسم جديد، لو النوميريتور اللي فوق less than الدينومينيتور، يعني لو اللي فوق هو الصغير زي هنا 3/7 بيبقى اسمه proper fraction. اسمه proper fraction، يعني ال 3/7 ده اسمه ايه؟ اسمه proper fraction. يبقى ايه هو البروبر فراكشن؟ هو الفراكشن العادي بس النوميريتور less than the denominator. يبقى لو في الاكزام قلت لك النوميريتور less than the denominator is called proper fraction، يبقى البروبر فراكشن بيبقى النمبر اللي فوق اصغر من النمبر اللي تحت، اللي فوق اصغر من النمبر ايه اللي تحت، اسمه ايه؟ proper fraction. يبقى proper fraction النوميريتور less than the denominator. يلا نتعرف بقى لما يبقى النوميريتور هو البيج بيبقى اسمه ايه. تعالوا بقى لو انا عندي fraction زي 7/3، ده النوميريتور وده الدينومينيتور. هنا النوميريتور is greater than the denominator، النمبر اللي فوق اكبر من اللي تحت، اسمه improper fraction. يبقى ايه هو الimproper fraction؟ numerator greater than the denominator، يبقى النمبر اللي فوق لما يبقى الكبير اسمه improper fraction. اسمه ايه؟ improper fraction. زي مين؟ 9/4، النوميريتور greater than the denominator يبقى اسمه improper fraction. improper fraction. يبقى احنا عرفنا الproper fraction وعرفنا الimproper fraction. تعالوا نقارن ما بينهم تاني. يلا 2/5 و 5/2، مين فيهم proper ومين فيهم improper؟ النوميريتور less than the denominator يبقى اسمه proper fraction. proper ايه؟ fraction. لكن لو النوميريتور greater than the denominator اسمه improper fraction. اسمه ايه؟ improper fraction. هناخد اخر نوع معانا في الليسن النهاردة، يلا نتعرف عليه. اخر نوع معانا اسمه الميكسد نمبر. اسمه ايه؟ ميكسد نمبر. يعني ايه ميكسد؟ ميكسد باين ان هو ميكس، فيه حاجتين مع بعض، بيبقى فيه هول نمبر، اي هول نمبر وجنبه بروبر فراكشن. يبقى الميكسد نمبر عباره عن ايه؟ عباره عن هول نمبر، عباره عن هول ايه؟ نمبر وكمان بروبر فراكشن وبروبر فراكشن وبروبر ايه؟ فراكشن. يلا بينا نقول تاني. لو انا قلت 3 و 2/5 ده اسمه ايه كده على بعضه؟ mixed number. اسمه ايه؟ mixed number. ليه mixed number؟ علشان فيه whole number و proper fraction. و proper fraction قلنا proper fraction النوميريتور less than the denominator، اسمه ايه؟ mixed number. في الدرس بتاعنا النهاردة هناخد جزء مهم جدا، ايه هو؟ how to convert، ازاي نحول من mixed لإمبروبر، من ميكسد لمين؟ لإمبروبر، والعكس. يبقى هنحول من ميكسد لإمبروبر ومن إمبروبر لميكسد. إزاي ده هيحصل؟ يلا بينا نشوف إزاي. تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض بيقول إيه. السؤال ده بيقول write each of the following as improper fraction. ده ميكسد صح؟ عايز أكتبه إمبروبر، وده ميكسد عايز أكتبه إمبروبر. يبقى السؤال ده how to convert from mixed to improper. أول step هنحط الدينومينيتور زي ما هو، بنحط الدينومينيتور زي ما هو 2. بعدين بنعمل عشان نجيب النوميريتور بنعمل times 2 times 4 وبعدين plus. نقول تاني من الأول، بنعمل إيه الأول؟ بنعمل times وبعدين plus. بنعمل 2 times 4 equal 8، 8 plus 1 equal 9. تاني الدينومينيتور بيتكتب زي ما هو، بنجيب النوميريتور منين؟ times plus، times plus 2 times 4 8، 8 plus 1 9، يبقى 9/2. يلا بينا هنا هنكتب 2 زي ما هي، نعمل ايه؟ 2 times 3 equal 6، 6 plus 1
equal 7 فتبقى 7 over 2. تاني ازاي بنحول من mixed لimproper؟ بنكتب الدينومينيتور زي ما هو بعدين نعمل times plus times plus 4 times 3 12 12 plus 1 equal 13. يلا بينا هنا هنكتب 2 زي ما هي نعمل times وبعدين plus times وبعدين plus 2 times 10 20 20 plus 1 21. يلا بينا نقول تاني هنكتب ال 5 زي ما هي 2 times 5 10 10 plus 1 11. خلاص كده يلا بينا نحل اللي بعده. هنكتب ال 5 زي ما هي هنعمل ايه times وبعدين plus عشان نجيب النوميريتور times وبعدين plus. How to convert from mixed to improper. 5 times 3 15 15 plus 4 equal 19. Again نكتب ال 6 زي ما هي 6 times 5 30 30 plus 1 31. هنا بنكتب برضو 7 زي ما هي 7 times 8 56 56 plus 2 58. أظن الفكرة كده وضحت جدا. تعالوا نحل العكس. يعني إيه how to convert from improper to mixed from improper to A to mixed. إزاي بنعمل الكلام ده؟ ركزوا معايا كده. أول حاجة النمبر اللي تحت بنكتبه زي ما هو. بعدين هنسمع table 4 وأقرب answer هيديني 17 هنعمل عليه stop بس لازم يبقى أصغر من 17. يعني أنا هسمع هكتب الفور زي ما هي هسمع table 4 4 times كام يديني number قريب من 17 7 times 4 times what 4 times 4 equal 16 صح؟ والريميندر 1 فاحنا هنقول 4 times what give me number nearest to 217 4 times 4 يبقى الهول number 4 4 times 4 كام 16 فاضل لهم كام ويبقوا 17 1. تاني نكتب ال 4 زي ما هي اسمع table 4 لحد ما اوصل لنمبر قريب من ال 5 4 times كام يدينا نمبر قريب من ال 5 4 times 1 يبقى الهول number 1 الريميندر بنكتبه 4 الريميندر بنكتبه مين 4 4 times 1 4 فاضل لها كام وتبقى 5 1. again نكتب ال 10 زي ما هي نسمع تيبل 10 10 times كام يدينا رقم قريب من 11 10 times 1 equal 10 ال 10 فاضل لها كام وتبقى 11 1. again هنكتب ال 8 زي ما هي 8 times what give me number nearest to 218 لازم يبقى قريب من 18 قوي. يعني انا ما ينفعش اقول 8 times 1 8 واكتب الريميندر فوق ندور 8 times 2 16 اقرب طب 8 times 3 24 اكبر ما ينفعش يبقى 8 times 2 equal 16 16 فاضل لها كام وتبقى 19 3 يبقى هو الريميندر 4. نكتب ال 2 هنا ونسمع تيبل 2 2 times what give me number nearest to 29 2 times 4 equal 8 يبقى نكتب 2 times 4 8 فاضل لها كام وتبقى 9 1. تعالوا نحل تاني 7 times what give me number nearest to 243 7 times 6 equal كام 42 فاضل لها كام وتبقى 43 1 بنكتبه 4. هنا 22 over 6 هنا عايزني اعمل لها simplify الاول وبحلها بعدين. طب ما انا ممكن احلها وبعدين نشوف لو في simplify. طيب يلا بينا هنقول نكتب ال 6 زي ما هي 6 times كام يدينا number قريب من 22 6 times 3 18 قرب 6 times 4 24 لا يبقى 6 times 3 equal 18 فاضل 4. طيب لو جاء انا حليت السؤال وطلع لي الانسر كده والسؤال ده كان جاي choices بصوا كده كان 22 over 6 equal dot وكتب لي 3 و 2 over 6 و 3 و 2 over 3 و 3 1 over 3 وانا متاكد ان انا حالل السؤال صح وطلع لي 3 و 3 over 6 وانا مش لاقيه في في الانسرز يبقى اكيد في سمبليفاي اتعمل في اكيد سمبليفاي ايه اتعمل ال 4 كام تايمز كام 2 تايمز 2 وال a وال 6 2 تايمز 3 هنكنسل ال 2 مع ال 2 يبقى فضل 3 و 2 over 3. خلاص عرفنا ازاي لو ما لقيناهاش يبقى اكيد معمول simplify سهله جدا. تعالوا بقى نشوف سؤال put the suitable sign put the suitable a sign. احنا قلنا لو two numbers تحت زي بعض بنحل عادي لو two numbers فوق شبه بعض crazy rule. هنا بقى لا اللي فوق شبه بعض ولا اللي تحت شبه بعض بنعمل ايه بنعمل scissor. يعني ايه scissor
بنقول 4 times 2 equal 8, 5 times 3 equal 15. مين البيج؟ 15. Again, 6 times 2 12, 5 times 3 15. مين البيج؟ نفس الكلام, 8 times 2 16, 3 times 5 15. مين البيج؟ يلا هنا 3 times 2 6, 5 times 5 25. يبقى هو ده البيج. 9 times 3 27, 4 times 7 28. يبقى 28 هي البيج. يلا letter F, 5 times 5 25, 10 times 2 20. مين البيج؟ ال 25. وهنكمل بنفس الطريقة الباقي. تعالوا نشوف ال 1. ال 1 هعمل ايه عشان احله؟ مش دي 3 تحت, الدينومينيتور هنا كام 3؟ يبقى ال 1 ده هعمل عليه cancel واخليه 3 over 3. تاني لو كان 1 و 3 over 9 مثلا, يبقى ال 1 هعمل cancel عليه واخليه ايه؟ على حسب الدينومينيتور 9 over 9. يبقى انا هنا خليت ال 1 كام؟ 3 over 3. ليه خليت ال 1 3 over 3؟ لان الفراكشن اللي قصاده الدينومينيتور بتاعه equal كام؟ equal 3. يبقى انا هخلي ال 1 3 over 3 وعمل cross multiplication. 3 times 5 15, 3 times 3 9, يبقى 15 اكبر. cross multiplication 12 times 2 24, 3 times 8 24, يبقوا equal. هنا في الهول نمبر 2 والهول نمبر 2 كأني مش شايفهم طالما هم قد بعض. نعمل cross multiplication 4 times 1 4, 3 times 1 3, يبقى 4 هو البيج. هنا مفيش mixed number, هنا mixed, هحوله الامبروبر الاول. هكتب 6 بعدين هجيب النمبر اللي فوق ازاي times وبعدين plus 6 times 1 6, 6 plus 1 7, واعمل cross multiplication 5 times 7 35, 6 times 8 48. مين البيج؟ ال 48. يلا بينا نحل السؤال ده. arrange the following in ascending order. عشان اعمل arrange لازم الدينومينيتور كله يبقى شبه بعضه, لازم الدينومينيتور كله يبقى شبه بعضه. طيب هنبص على اكبر نمبر في الدينومينيتور هو كام؟ هو ال 15. هو مين؟ ال 15. لو ينفع اخلي كل الدينومينيتور 15 يبقى خلاص السؤال بقى سهل جدا وبسيط. تعالوا بص, اكبر نمبر في الدينومينيتور هو مين؟ ال 15. ينفع اخلي ال 5 equal 15؟ هعملها times 3. اعملها times كام؟ 3. طيب ال 3 ينفع اخليها 15؟ هعملها times 5. يلا بينا نكتب الفراكشن الجديده. 3 times 3 9, 5 times 3 15, 2 times 5 10, 3 times 5 15. اما ده هيتكتب زي ما هو. يلا بقى نعمل لهم arrange. arrange ايه؟ ascending from small to big, from small to big. مين اللي small؟ 7 over 15. يبقى نكتب 7 over 15. بعدها 9 over 15, بس هكتبها زي ما كانت اللي هي 3 over 5. وبعدين 10 over 15, فهكتبها 2 over 3. يبقى احنا حلينا السؤال ده ازاي؟ دورنا على اكبر denominator وشفنا لا ينفع اخلي الباقي شبهه ولا لا. نفع فهكتبه وحله وعمل order. يلا نشوف سؤال كمان. تعالوا نشوف نفس السؤال نفس الفكرة. مين اكبر denominator؟ ال 12. تعالوا نشوف ينفع نخليهم كلهم 12 ولا لا. ينفع اعمل 3 times كام عشان يدينا 12؟ 3 times 4. ينفع. يبقى انا هعمل times 4. ال 4 اعمل times كام عشان يدينا 12؟ 3. ينفع. 6 times كام يدينا 12؟ 6 times 2. يبقى نفع. تعالوا بقى نغيرهم كلهم, هما 4 fraction. الاخير بس اللي هو 12 هيفضل زي ما هو. اول fraction هعمل times كام؟ 4. طبعا فوق وتحت. 1 times 4 4, 3 times 4 12. هنا هنعمل times كام؟ 3. 3 times 3 9, 4 times 3 12. هنا هنعمل times كام؟ times 2. صح, مش احنا قلنا كده عشان نخليها 12؟ يبقى 10 over 12. يلا نعمل لهم arrange من اللي small للبيج. من اللي small لايه؟ للبيج. طيب مين اصغر واحد فيهم؟ 4 over 12 اللي هي 1 over 3. بكتبها زي ما كانت. بعدين 7 over 12 اللي هي كانت 7 فعلا over 12. مين بعدهم؟ 9 over 12 اللي هي 3 over 4. وبعدين 10 over 12 اللي هي كانت 5 over 6. وكده نكون عملنا لهم arrange ascending. يلا نشوف سؤال كمان. طيب
تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده. 2 over 3, 3 over 8, 1 over 6, 5 over 12. احنا قلنا بنبص على اكبر number اللي هو 12. هل ينفع اخليهم كلهم 12 تحت ولا لا؟ يلا نشوف. 3 times كام يدينا 12؟ 4. طيب 8 times كام يدينا 12؟ مفيش. طب 6 times كام يدينا 12؟ 2. الوحيد ده اللي مش هينفع، فانا مش هينفع احل بالطريقة دي لان في واحد ما نفعش. ما قداميش غير طريقة جديدة، هي طريقة ال LCM اللي هي كنا بناخدها في first term. يعني ايه طريقة ال LCM؟ كنا بنقول 3 equal what؟ 3 times ال 1، صح؟ وقلنا ال 1 خلاص ملوش لازم ان هو ايه يتكتب، ف 3 بتفضل 3 زي ما هي. طيب ال 8، ال 8 عبارة عن 2 times 2 times 2، مش كنا بنعمل ال 3؟ ال 8 2 4 times 2 وال 4 2 times 2، يبقى ال 8 بنسيب مكان تحت ال 3 فاضي ونقول 2 times 2 times 2. فاضل مين؟ ال 6. ال 6 عبارة عن 2 times 3، فهنكتب ال 3 تحت ال 3 وال 2 تحت ال 2 والباقي فاضي. فاضل مين؟ ال 12. ال 12 عبارة عن ايه؟ 3 times 4 وال 4 2 و2، يبقى عندي 3 و2 و2. ال12 هكتب ال3 تحت ال3 و2 تحت ال2 و2 كمان وده فاضي. تعالوا نجيب ال LCM. يعني ايه ال LCM؟ يعني بناخد من كل line number، هناخد من دول كام؟ ال3 times ال2 times ال2 times ال2 ونعمل لهم ويبقى هو ده الدينومينيتور الجديد. 3 times 2 equal 6، 6 times 2 equal 12، 12 times 2 نعمله على جنب، 12 times 2 equal 2 times 2 2، 2 times 2 times 2 4، 2 times 1 2، يبقى الانسر 24. يبقى كل الفراكشنز دول بقى الدينومينيتور بتاعهم كام؟ 24. هما كام فراكشن؟ هما 4 فراكشن. يبقى هنعمل 4 فراكشن والأربعة هيبقى الدينومينيتور بتاعهم كام الجديد؟ 24. بعد كده بقى هعمل ايه؟ تعالوا نشوف. همسك ال 24 هقول 3 بقت 24. 3 times كام يدينا 24؟ مش 3 بقت 24؟ 3 times what give me 24؟ 3 times 8، يبقى ال 2 اللي فوق تتعمل times 8. 2 times 8 16. تاني 8 times what give me 24؟ 8 times ال 3، يبقى انا هعمل اللي فوق times 3. 3 times 3 equal 9. تاني 24 وهنا 6. 6 times what give me 24؟ 6 times 4، يبقى اعمل ال 1 times ال 4. 12 times كام يدينا 24؟ 12 times 2، يبقى اعمل 5 كمان times 2 تبقى 10. يلا نعمل لهم arrange. تعالوا نعمل arrange descending من البيج، من اكبر واحد ده اللي هو كان 2 over 3، وبعدين ال 10 اللي هو 5 over 12 اللي بعده اللي هو 9 over 24 اللي هو 3 over 8، وبعدين ال 1 ال 4 over 24 اللي هي 1 over 6. طريقة ال LCM سهلة، لو ما استوعبتش الطريقة ارجع وقف الفيديو وارجع اسمع شرح السؤال ده تاني وحاول تحله لوحدك بره. يلا نحل example كمان. تعالوا نحل السؤال ده. مين أكبر denominator ال 21؟ هل ينفع أخلي 7 وال 3 21؟ أو ال 7 تتعمل times 3 وال 3 تتعمل times 7. تعالوا نحلها بالطريقتين، بالطريقة العادية وطريقة ال LCM. تعالوا نبدأ بطريقة ال LCM. همسك ال 7 أقول ال 7 equal 7 times 1، يبقى مفيش غير 7. ال 21 عبارة عن 7 times ال 3، والثري ما فيهاش غير الثري، فالثري تكتب تحت الثري، يبقى ال LCM عبارة عن مين؟ 7 times الثري اللي هي equal 21. يبقى أخلي التلاتة denominator 20 كام؟ 21. يلا بينا هنقول 7 times what give me 21؟ 7 times 3، يبقى 3 times 3 9. 21 21 زي ما هي، يبقى اللي فوق زي ما هو. 3 times what give me 21؟ 7. يبقى أعمل كمان 1 times 7 equal 7. بعدين نعمل لهم arrange descending من البيج للسمول. مين البيج ده؟ اللي هو 3 over 7، وبعدين 7 over 21 اللي هي 1 over 3، وبعدين 5 over 21. سهلة جدا. تعالوا بقى نحلها بالطريقة العادية لأنها سهلة، أخلي الدينومينيتور شبه بعض. 7 عملها times 3 و 3 times 7 وده زي ما هو 21، فهتبقى 3 times 3 9، 7 times 3 21.
وهنا دي زي ما هو لأنها جاهزة. الأخيرة بقى 1 times 7 7 3 times 7 equal 3 times 7 equal 21. وبعدين نعمل لهم arrange خلاص عادي سهلة جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتستنوا